للمزيد حول تداعيات جرائم الميليشيات الموالية لإيران في العراق وأثر ذلك في هجرة وتهجير العراقيين، ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميسي. أهلا بك سيد مظفر. يعني الميليشيات كما تعلم جددت قصفها لقرى في المقددية بعد ساعات من إعلان محافظ ديالى أن الوضع مسيطر عليه تماما، يعني هل استمرار القصف يحمل رسالة ما؟ مساء الخير لحضرتك والجمهور القناة الكريم. أهلا بك. طبعا هو ما يحدث منذ يومين أو ثلاثة أيام هو رسائل متبادلة بين الميليشيات المتناحرة ورسائل توصلها إيران إلى الشعب العراقي وإلى الناس اللي رفضت عملية سياسية والعملية مهزلة الانتخابات. والجزء الثاني من منهج تهجير القرى المتماسه مع الحدود الايرانيه. سيد مظفر، يعني لماذا باعتقادك تقف الحكومه وراء ما يراه المتخصصون انه جريمه ضد الانسانيه بعد ان باء عن مقترح لوزاره الهجره بتوطين مهجري المقداديه تحديدا في مخيم خانقين؟ هو يعني كانما اللي شاهد المنظر من بعيد او من زاويه راح يشوف انه الكل متفقه على هذا اللي دا يصير. الميليشيات متفقه مع القوات الجيش والقوات الامنيه، القوات الامنيه تحمي الميليشيات بعمليه التهجير هذه، الحكومه تغض النظر وتدع المجال للميليشيات انه تعيد فسادا وتهجر الناس. نعم. طيب، يعني الملاحظة أن تلك الانتهاكات وعمليات التهجير التي تصاحبها تطال قرى بعينها، إلى أي مدى ترى أن دوافع طائفية تقف وراء عمليات التهجير هذه، ما ينتج عنه تغير في الأحجام النسبية بين المكون السكاني كما تعلم؟ هم محافظة ديالى كل ذنبها، أكبر ذنب ارتكبته أهلها ارتكبوه أنهم في تماس مع أول نقطة تماس للعراق مع ايران. وايران حكومات الاحتلال ما بعد وليده الاحتلال الامريكي الايراني هي يعني مهيئه نفسها انه تنفذ الاجنده الايرانيه. الاجنده الايرانيه اول شيء تنظر الى هو تفريغ هذه المساحات اللي تكون مثل ما قال تقريركم مزاجها الطائفي او مزاجها هذا مبرقعه بوجود طبقه سياسيه فاسدة تلهت وراء المناصب والفوائد والمنافع وتنفذ اللي يريدون الإيرانيين من عندهم. لكن المشاهد سيد مظفر، يعني خلال السنوات الماضية وتحديدا بعد الحرب على تنظيم داعش، أن المهجرين إما ينزحون إلى قرى أكثر أمانا وتهاجم بعد حين أو يهاجروا من العراق، إلى أي مدى ترى أن هذه الهجرة تشكل أزمة هجرة غير شرعية في العالم ولا سيما في أوروبا؟ هي بالحقيقة مو أزمة، هي مشكلة كبيرة. والعراقي اللي دي يشوف الموت بالعراق دي يشوف الموت بالعراق على يد الميليشيات وعلى يد الجيش وعلى يد قطاع الطرق وعلى يد كل هذه الفئات اللي موجودة، يعني يختار الموت الثاني اللي في الطريق إلى أوروبا على وعسى أنه يقدر يعني ينقذ نفسه وينقذ عائلته. بعدين هو العراقي اللي دي يموت هو نفس العراقي اللي كانت الدول الآن اللي يعني تغمض عينها عن موتهم بطرق التهريب، هي نفسهم اللي كانت تستغلهم الدول الكبرى من اجل شيطنه نظام صدام حسين نفسهم. لكن هم ما كانوا عراقيين، ما كانوا يهربون من الموت، كانوا يهربون من الحصار ومن الضيق الاقتصادي، الان يهربون من الموت، لكن الدول متواطئه مع حكومه العراق بهذه المساله بهذه الجريمه. نعم، وضحت هذه الفكره. الى السؤال الاخير الان سيد مظفر، يعني ابان ازمه المهاجرين العراقيين غير الشرعيين على حدود بيلاروسيا، خرج الكاظمي بتصريح بعد اجتماعه في حكومته وقال ان العراق اولى بابنائه ودعا المهاجرين من العراقيين الى العوده. السؤال هنا، ماذا قدم الكاظمي وحكومته للنازحين حتى يعودوا الى العراق، وماذا قدم لعموم النازحين واللاجئين العالقين حتى الان؟ لم يقدم شيء، هو استغل الموضوع اعلاميا. هو مجرد انسان، عفوا يعني اقولها، مجرد انسان جبان قابع بالمنطقه الخضراء، قابع للتهديدات بقطع الاذان والسحل
والموت وغيره، ملتهي بالمؤتمرات اللي مؤتمرات يجيب ناس على مود يبيض وجهه وجه حكومته وحكومات السابقه، وجوه الفساد واللصوصيه. بعث طياره الى ليتوانيا من اجل انه يجي العراقيين، عرض عليهم $50 لكل عائله من اجل انه يرجعهم. مجرد تهريج اعلامي لا غير. يعني اي حل، اي حل ما عند هذا الرجل، ما عند هذا الرجل. من أمستردام كنت معنا عبر سكايب الصحفي العراقي مظفر الخميسي، شكرا جزيلا لك.